مدبولي يتابع انتظام العام الدراسي الجديد ويؤكد حرص الدولة على توفير مختلف متطلبات تطوير التعليم قبل الجامعية. مئات القتلى والجرحى في غارات على جنوب لبنان والقاهرة وبيروت تدعوان لإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على الأراضي اللبنانية والفلسطينية. الاحتلال يواصل جرائمه بقصف المدارس ويسقط 3 شهداء في مخيم النصيرات بوسط غزة. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعية مع بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025. هذا وأكد مدبولي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوفير مختلف المتطلبات اللازمة لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، لكونه يرتبط بتشكيل وبناء عقل النشء المصري وصقل مهاراته على النحو الذي يؤهله لمرحلة التعليم الجامعي ثم إلى سوق العمل. بدوره أشار عبد اللطيف إلى أن خطة الوزارة لخفض الكثافة في الفصول الدراسية نجحت في إضافة نحو 100,000 فصل جديد للمنظومة التعليمية مع بدء هذا العام الدراسي الجديد. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وأكد مدبولي اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وبذل مختلف الجهود التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى المعدلات الاقتصادية المرجوة، مشيرا في هذا الشأن إلى دور شركات الإنتاج الحربي في توطين العديد من الصناعات ودعم جهود التصنيع المحلي في العديد من القطاعات. أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أن الفحص الظاهري لظهور حالات نزلة معوية في أسوان أظهر وجود عدوى بكتيرية قولونية تنتقل نتيجة تناول أطعمة ملوثة أو مياه مخالطة لمياه الصرف. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإسكان والمرافق ومحافظ أسوان بمستشفى أسوان التخصصي بالصداقة. الفحص الظاهري للعينات الإسهال يؤكد وجود عدوى بكتيرية قولونية اللي احنا بنسميها إيكولاي أو البكتيريا الشرائكية. هذه البكتيريا
هي موجودة في أي شيء ممكن يبقى فيه تلوث، المية لو ملوثة بتنقل إليها، الأكل لو بيغسل بيه مياه ملوثة ممكن تنقل للحاضن، وهو في الحالة دي هو الإنسان. وده اللي احنا طلعته المعامل المركزية في القاهرة من نتائج لتحاليل العينات اللي أخذت من عينات الإسهال أو عينات القيء أو العينات اللي جاية من المرضى المصابين، ومع طبعا اختلاف سلالات الإيكولاي أو البكتيريا اللي هي الأشركية بيختلف حدة المرضى، بمعنى أن في الطبيعي أنها تكون حالات إسهال وقيء وارتفاع في درجة الحرارة وغثيان بسيطة، ولكن في بعض السلالات المتحورة، وطبعا دلوقتي بقى الكلام على المتحورات سهل لأن احنا مرينا بمتحورات كورونا، وكما يحدث في الفيروسات يحدث في الميكروبات، وبالتالي اللي أخذ وقت برضو ده رد تاني، انتوا سبتونا 6 أيام أو 7 أيام ليه؟ لأن احنا بنعمل تسلسل جيني للسلالات وبنعمل مزرعة للعينات حتى يمكن أن نخرج إلى حضراتكم بمعلومة علمية موثقة على عن سبب هذه البكتيريا التي يمكن أن تسبب الأعراض اللي احنا شفناها. وأكد وزير الصحة والسكان أن وزارة الري تقوم بأخذ عينات من المياه بشكل يومي للاطمئنان على صحتها، ثم تمر بالمعالجة في محطات المياه، موضحا أن الاطمئنان على صحة المياه عملية معقدة تشترك فيها وزارة الري والإسكان والبيئة والصحة. مية النيل اللي جاية عبر روافدها من كل الدول اللي قبلينا في نظام لحوكمة والكشف والاطمئنان على مياه النيل تشترك فيه أكثر من وزارة. وزارة الري والموارد المائية بتأخذ عينات من السد ومن البحيرة بشكل يومي وأسبوعي حتى تطمئن على المياه عند وصولها إلى الأراضي المصرية، وبمعامل متقدمة جدا، وتستطيع أنها بتطلع تقارير وتقدر تعمل معالجات إذا في أي شيء. ويعني مرينا بحاجات زي كده كثيرا. ثم المياه دي بتروح على محطات المعالجة اللي بتبقى في عهدة وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللي بتجري عمليات من المعالجة لهذه المياه، وعمليات أيضا التحليل الدوري والكشف الدوري والمعملي في بشكل يومي في هذه المحطات حتى تطمئن عليها. ثم يأتي دور وزارة الصحة إنها بتجرى كل الإجراءات الخاصة بالكشف المعملي والتحاليل عند خروج المياه من محطات الشرب أو محطات المعالجة إلى الشبكات الداخلية للمنازل. وطبعا في نص الكلام ده كله وزارة البيئة بتعمل في أمور كثيرة ما حول هذه المحطات، وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات. فإذا هناك منظومة معقدة جدا للإطمئنان على كل نقطة مية حضرتك بتشوفها في الحنفية اللي بتنزل قدامك. هذا وأكد وزير الصحة والسكان أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حالات النزلات المعوية في أسوان لا أساس لها من الصحة، موضحا أنه تم تشكيل لجان للتقصي داخل المنازل وتحديدا في قريتي أبو الريش قبلي ودروة. ما يتردد على التواصل الاجتماعي وعلى الجهات المغرضة من إشاعات ومن بيانات لا أساس لها من الصحة، احنا بنتكلم على نسب اشغال النهارده في المستشفى 37%، ودي من اسره الاقسام الداخليه، وحوالي 60 ل 65% من اسره الرعايه المركزه، وده النسب المتعودين عليها في نفس الوقت ده من كل سنه، يعني لا هناك جديد في هذا التوفير. من يطلق ان هو هناك زحمه في المستشفيات ولا يوجد اماكن، كل ده طبعا كلام يعني مغرضين ولا اساس له من الصحه، وحضراتكم موجودين معانا في مستشفى، وانا قصدت ان احنا نعمل هذا المؤتمر المستشفى عشان تقدروا تطلعوا في ادوار كامله لا يوجد فيها مرضى بالكامل. بدوره أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني أن مياه الشرب ليست سبب حالات النزلات المعوية في أسوان، موضحا أنه تم أخذ عينات من المياه وتحليلها ووجد أنها مطابقة للمواصفات تماما. الحقيقة يمكن إحنا بشكل تلقائي يعني على مستوى الجمهورية كلها بيتم أخذ عينات يوميا من محطيات المياه، سواء المآخذ أو الروافع أو محطات التنقية، والعينات دي بتتاخد من المأخذ من المياه نفسها
اللي داخله للمحطه ومن المنتج النهائي كمان اللي هو المخرج بعد التنقيه. والحقيقه يمكن خلال الرصد ما قبل رصد هذه الحالات كان استطلعنا كل النتائج الخاصه بالعينات والتقارير اللي موجوده ولقيناها ان هي مطابقه للمواصفات والمعايير القياسيه. وبعد رصد الحالات برضو كثفنا الحملات بتاعه التقارير والنتائج من خلال الشركه القابضه وللمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لميه الشرب والصرف الصحي التابع ايضا للوزاره. هو بيعد جهاز رقابي داخل الوزاره لفحص العينات بشكل عشوائي ومستمر. كثفنا هذه العينات ولقينا ان المنتج برضو مطابق للمواصفات والمعايير بشكل كامل، وان الحقيقه المشكله مش في محطات الميه تماما. كما أعلن وزير الإسكان والمرافق أنه تم تأمين وصلات المياه والصرف الصحي في عدد من المناطق بأسوان، موضحا أنه قد تم تطوير الصرف الصحي في 100 قرية بنسبة 92% من قرى أسوان، ويجري تطوير باقي القرى بالمرحلة الثانية من حياة كريمة. والحقيقة عملنا كمان رصد جوه المنازل للشبكات كمان الداخلية اللي معمولة بمعرفة أهالينا، والحقيقة يمكن رصدنا بعض الحاجات اللي ممكن تكون يعني مش مطابقة نوعا ما للمواصفات، ومع ذلك نزلنا الفرق بتاعتنا أمنت هذه الوصلات كلها بالكامل سواء تغذيات المية أو حتى تغذيات أو ترنشات الصرف الصحي اللي موجودة في بعض القرى. زي ما حضراتكم عارفين احنا يمكن يعني في ضوء المبادرة الرئيسية العظيمة اللي خاصة بمشروع حياة كريمة، الحقيقة احنا في محافظة أسوان تحديدا يمكن انتهينا من 101 قرية دعمناهم بالصرف الصحي بالكامل، ودول بيغطوا نسبة حوالي 92% من إجمالي القرى في محافظة أسوان، ومتبقي معانا 16 قرية ضمن المرحلة الثانية، وتم طبعا تدفيع يعني العجل العمل فيهم بشكل كبير جدا، هم ضمن المرحلة الثانية في هذا المشروع. هذا وتفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني محطة مياه الشرب بقرية أبو الريش قبلي بأسوان. كما تفقد أيضا وزير الإسكان محطة مياه الشرب بجبل شيشة بمحافظة أسوان، وذلك لتأكد من صحة وسلامة المياه بمحطات المعالجة. تؤكد مصر ضرورة تسوية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وتشدد على أهمية وقف العدوان الجاري على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، أدان وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ووزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، حيث أكد عبد العاطي أن المساس بأمن لبنان هو مساس بأمن المنطقة داعيا لاحترام سيادته وسلامته. جاء ذلك خلال لقائهما على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وناقش الوزيران التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط واستمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، واتفق الوزيران على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر واطلاع الدول الفاعلة بدورها في هذا الشأن والحيلولة دون توسع المواجهات. من جانبه قدم وزير الخارجية اللبناني شكر لمصر على موقفها الداعم للبنان وحكومته في مواجهة العدوان والتهديدات الإسرائيلية بالاجتياح البري. We'll be right back.
التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي بمدير عام العمليات بالبنك الدولي أنا بيردي، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. هذا وثمن وزير الخارجية ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر ومجموعة البنك الدولي ودعم الأخير للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الشامل، وأكد على ضرورة مواصلة التعاون المكثف بين مصر والبنك الدولي بهدف دعم الجهود الوطنية الحثيثة لمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي والتحول الشامل بما يضع مصر على مسار مستدام من النمو الشامل. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أن الوضع في قطاع غزة أصبح غير محتمل، ويتطلب مضاعفة جهود الإغاثة الدولية في ظل الدمار غير المسبوق الذي خلفه الاحتلال، وذلك بخلاف الخسائر البشرية التي تجاوزت 40,000 شهيد. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في فعالية لمعهد السلام الدولي حول الشرق الأوسط ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد عبد العاطي خلال الفعالية أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يعد ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة، مستعرضا محددات موقف مصر من القضية الفلسطينية والذي يرتكز على ضرورة التوصل لتسوية تلبي طموحات الشعب الفلسطيني ولإقامة دولته المستقلة على خطوط 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج التزام مصر بمواصلة العمل مع كافة الدول لتحقيق مستقبل أفضل يعكس قدرة الأمم المتحدة على مواجهة التحديات الدولية وتحقيق الرخاء لشعوب العالم. جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية في قمة المستقبل والتي تعقد على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. تؤكد مصر ضرورة تسوية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتشدد على أهمية وقف العدوان الجاري على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، وتشدد على أن الثقة في عدالة النظام الدولي باتت تتعرض لاختبار حقيقي في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف المأساة المستمرة في غزة وفي الضفة الغربية والتي تهدد اللحظات الحرجة الراهنة بالتمدد إلى لبنان الشقيق والانتشار على نطاق واسع في المنطقة. كما تتمسك مصر بالحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار الصومال وسيادته على كامل ترابه الوطني، كما تؤكد أيضا على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وعلى سلامة ترابه الوطني أيضا. عقود طويلة من العمل الأممي عاشتها مصر وهي تحمل هموم القارة والمنطقة العربية، بذلت خلالها أخلص الجهود لترسيخ قيم الحق والحرية والاستقرار للمنطقة. واستطاعت منذ انضمامها للأمم المتحدة عام 1945 أن تضرب أروع الأمثال بالمواقف المتوازنة ولا سيما في تسوية النزاعات. جهود كبيرة بذلتها وتبذلها مصر في سبيل إنهاء الأزمات العالمية وإحلال السلام وحقن دماء الشعوب، وهو نهج اتبعته القاهرة طوال تاريخها، لا سيما خلال فترة عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي 2016-2017. فمصر تولت رئاسة المجلس مرتين، الأولى كانت في شهر مايو من عام 2016، والثانية كانت في شهر أغسطس من عام 2017، إضافة إلى قيامها بطرح العديد من المبادرات أمام المجلس والتي تصب في هدف خدمة مصالح وقضايا السلم والأمن الدوليين بجانب قضايا الدول العربية والإسلامية والإفريقية والنامية،
وهو ما جاء بالتزامن مع رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس. وخلال ترأسها للمجلس في مايو من عام 2016، ركزت مصر على العديد من التحديات التي تواجه منظومة السلم والأمن الدوليين، وناقش المجلس العديد من الأزمات التي تهم مصر، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتان الليبية والسورية والوضع في اليمن والنزاعات في عدد من الدول الأفريقية. وطرحت مصر مبادرة لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن والجامعة العربية، وهو ما تم بالفعل بعقد اللقاء الأول بالقاهرة في مايو من عام 2016. وخلال ترأسها للمجلس في شهر أغسطس من عام 2017، وبهدف تضييق الخناق على الإرهابيين من خلال منع وصول الأسلحة، طرحت مصر مبادرة ومشروع قرار حول منع حصول الإرهابيين على الأسلحة، وهي المرة الأولى التي يتعامل فيها المجلس مع هذه القضية. وعكست هذه المبادرة من جانب مصر توجيه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم 2253 الصادر في عام 2015، والذي يتناول جهود منع الإرهابيين من الحصول على السلاح. وتواكب مع انتخاب مصر عضواً غير دائم في مجلس الأمن انتخابها بعد جهود دبلوماسية مكثفة من أعضاء وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وبإجماع آراء الدول الأعضاء لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، وذلك اعتبارا من بدء عضوية مصر في المجلس في شهر يناير من عام 2016. هي إذن دلائل ومواقف أكدت بما لا يدع مجالا للشك التوجه والرغبة المصرية الساعية لإحلال السلام في كل دول العالم. التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بوزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما خافير فاسكيز على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. هذا والتقى أبو الغيط كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيغريد كاغ، حيث أعرب أبو الغيط عن تخوفه الكبير من احتمالية خسارة أكثر من 630 ألف طفل فلسطيني لعام دراسي آخر، محذرا من خطورة الخطة الإسرائيلية بتقسيم القطاع وإفراغ شماله من السكان والسيطرة على كافة المعابر البرية. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة اتخاذ الخطوات الأولى الحاسمة بتحديث وإصلاح التعاون الدولي لجعله أكثر ترابطاً وعدالة وشمولاً في وقت يواجه العالم أوضاعاً مضطربة يمر خلالها بالتحول. وخلال كلمته في قمة المستقبل ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أضاف غوتيريش أن الاتفاقات التي اعتمدتها القمة، وهي ميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المقبلة، تفتح الطريق إلى إمكانات وفرص جديدة، وتمثل أول دعم متعدد الأطراف متفق عليه لنزع السلاح النووي، كما تعترف بالطبيعة المتغيرة للصراع وتلتزم باتخاذ خطوات لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وتنظيم استخدام الأسلحة الفتاكة المستقلة. شارك منتدى شباب العالم في قمة المستقبل في نيويورك بمقر الأمم المتحدة، وذلك تقديرا للدور المميز الذي يلعبه المنتدى تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب في تمكين الشباب وإيصال أصواتهم إلى مراكز صنع القرار الدولية. هذا وتوفر قمة المستقبل منصة فريدة لمعالجة التحديات المستقبلية ووجهات نظر الشباب بشأن القضايا العالمية الرئيسية مثل السلام والأمن الدولي والتنمية المستدامة والثورة الرقمية والتكنولوجية.
وللمتابعة انضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد الجالي الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، كيف ترى أهمية مشاركة الشباب من خلال منتدى شباب العمل العالم في قمة المستقبل؟ وإلى أي مدى هذه القمة هي منصة لمناقشة تحديات الشباب في المستقبل؟ يعني مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أولا بالفعل هذه منصة مهمة جدا، نحن نتكلم على قمة المستقبل ودعوة منتدى شباب العالم للمشاركة فيها، هي شهادة ثقة وشهادة عالمية بريادة مصر في هذا المجال. والمنتدى للأمانة هو حقق نجاحات عديدة منذ بدايته، واللي هو كان عبارة عن فكرة من مجموعة من الشباب يعني بلورها السيد الرئيس بتوجيهاته، ثم صارت بعد ذلك يعني مؤتمرا دوليا مهما يحضره جميع المؤثرين في العالم على السوشيال ميديا أو ممثلي الحكومات والدول المختلفة. وبالفعل دعوة منتدى شباب العالم لحضور مثل هذه القمة الكبيرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79 في نيويورك يؤكد على مكانة مصر ويعزز من دور الشباب المصري الملهم في الحقيقة، الذي يعني بذل مجهودا جبارا في تنظيم مختلف الفعاليات اللي حضرها تحت منظمة الأكاديمية الوطنية للتدريب. نعم، طيب هناك يعني بالتأكيد أهمية لوجود المنتدى في هذه القمة استغلالا للقضايا التي تمس الشباب ومرتبطة بمراكز صنع القرار على المستوى الدولي، في رأيك أهم هذه القضايا؟ يعني بالفعل بنتحدث النهاردة وإحنا بنتكلم عن صناعة المستقبل والتحديات التي تواجه العالم، بنتكلم في جميع الملفات والمجالات، بنتكلم على الذكاء الاصطناعي، بنتكلم على التكنولوجيا، بنتكلم حتى على في مسارات التحول نحو الاقتصاد الأخضر وغيرها من الملفات المهمة اللي في الحقيقة مصر بذلت مجهودات جبارة في هذا الإطار، بدليل اللي احنا حتى على مستوى المنتدى الحضري اللي هتستضيفه مصر الشهر المقبل، ويمكن عايزين نشيد برضو بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التدموي مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وعلى اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم اللي هيشرفوا على المتطوعين أيضا في هذا المنتدى. فإحنا بنتكلم على تكامل وتناغم بين أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة المختلفة لإنجاح هذا، ودايما بنستحضر كلمات الرئيس السيسي وإن مصر دولة شابة وبقوة شبابها تحيا مصر دائما، وهذه الشعارات تؤكد على أن يعني مصر متواجدة بقوة، وإن شبابها عندما يحسن استغلاله ويحسن توظيفه فإنه يبهر العالم. والنهاردة تواجد هؤلاء الشباب الأمم المتحدة وفي قمة كبيرة هو ترجمة لهذه الرسالة بكل تأكيد. أشكرك الأستاذ محمد الجالي الكاتب الصحفي. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط نحو 100 قتيل وأكثر من 400 جريح في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم. وأشارت الوزارة إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على جرود قضاء الهرمل شرقي البلاد، مطالبة بوقف بعض العمليات لإفساح المجال لاستقبال الجرحى. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك 35 صاروخا عبرت من لبنان إلى صفد، تم اعتراض بعضها وسقوط بعضها في مناطق مفتوحة ضيقة،
وأضاف أنه هاجم أكثر من 300 هدف لحزب الله في لبنان. يأتي ذلك فيما أعلن حزب الله اللبناني عن قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في قاعدة عمياد، مضيفا أنه قصف أيضا مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل في منطقة زوفلون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ. وفي غضون ذلك أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط 5 جرحى إسرائيليين إثر سقوط صواريخ في الجليل الغربي. رغم الدعوات الدولية المتكررة لكلا الجانبين للتهدئة وتجنب حرب شاملة، تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود بعد سقوط عشرات الصواريخ التي أطلقت من لبنان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه في الأيام الأخيرة سلسلة ضربات لحزب الله لم يكن يتوقعها أبدا، وشدد نتنياهو على أنه لا يمكن التساهل مع تلك الهجمات. بدوره أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف قالت أن العمليات العسكرية ستستمر حتى الوصول لنقطة يمكن فيها ضمان العودة الآمنة لمجتمعات شمال إسرائيل إلى ديارها. كما توعد قائد الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي بضرب أي طرف يهدد الناس في إسرائيل. أما الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل قالت إن التصعيد العسكري ليس في مصلحة إسرائيل. كما أكد الرئيس جو بايدن أن واشنطن تبذل قصارى جهدها لتجنب توسع رقعة النزاع. وبعد حوالي عام على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل في الأيام الماضية انتقال الثقل العسكري إلى حدودها الشمالية مع لبنان، واضعة لنفسها هدفاً جديداً يتمثل بإعادة السكان إلى هذه المناطق الحدودية. بينما أعلن حزب الله أنه استهدف منشآت إنتاج عسكرية إسرائيلية وقاعدة جوية في منطقة حيفا، وأوضح أنه استهدف قاعدة رماد ديفيد الجوية في عمق إسرائيل بصواريخ فادي 1 وفادي 2 في أول استخدام واضح لهذا النوع من الصواريخ منذ بدء الحرب على غزة. وأدى تبادل القصف اليومي بين إسرائيل وحزب الله على مدى أشهر إلى مقتل مئات الأشخاص في لبنان، معظمهم من عناصر حزب الله وعشرات في إسرائيل والجولان السوري المحتلة، وأجبر عشرات الآلاف على جانبي الحدود على النزوح من منازلهم. دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى الوقوف مع الحق ورد على العدوان الإسرائيلي. وأوضح ميقاتي أن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان يمثل حرب إبادة بكل ما في الكلمة من معنى، ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القوى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء، مضيفا أنه يجب وقف عدوان إسرائيل وتطبيق القرار الدولي الرقم 2735 الصادر عن مجلس الأمن وحل القضية الفلسطينية على قاعدة اعتماد حل الدولتين والسلام العادل والشامل. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه قدم لنظيره الأمريكي لايد أوستن تقييما للموقف بشأن تهديدات حزب الله، كما أطلعه على عمليات جيش الاحتلال لتقليص قدرة حزب الله على شن هجمات ضد الإسرائيليين. من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن تل أبيب لن تتوقف حتى إزالة التهديد ضد الإسرائيليين وعودة سكان الشمال إلى مناطقهم، مهددا اللبنانيين بضرورة إخلاء أي منزل تحول إلى موقع متقدم لحزب الله لتجنب الأذى على حد قوله. أفادت وكالة رويترز بأن سكان جنوب لبنان تلقوا مكالمات من أرقام لبنانية تأمرهم بالابتعاد فورا لمسافة كيلومتر على أي موقع لحزب الله. يأتي ذلك بعدما ذكرت وكالة الإعلام اللبنانية أن مكتب وزير الإعلام تلقى اتصالا دعا خلاله لإخلاء المبنى، مضيفة أن صاروخا إسرائيليا سقط بمدينة جبيل في منطقة لم يسبق استهدافها. الله أكبر، بفقد حبيب ورا حبيب، بفقد غالي ورا غالي، صدمة ورا صدمة. قصفوهم، أين ما أدرينا عنهم إلا هم أيهم مقطعين. شو قف يا خير،
أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و60 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت السلطات الصحية بغزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,455 شهيدا و95,878 مصابا منذ 7 من أكتوبر الماضي، مضيفة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت ركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت منذ أيام قليلة حي الزيتون الذي يأوي نازحين بجنوب غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 20 فلسطينية. عدوان مستمر وجرائم لا تنتهي، ويوما تلو الآخر يكشف العدوان الإسرائيلي أكثر فأكثر عن وجهه القبيح، فبات استهداف المدارس التي تؤوي النازحين خبرا معتادا. وفي أحدث التطورات في هذا الشأن، استشهد وأصيب فلسطينيون في قصف جديد للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. الجريمة الجديدة تأتي بعد أيام قليلة من جريمة أخرى وقعت في حي الزيتون الذي يؤوي نازحين بجنوب غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء. كما تم استهداف مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في الحي ذاته، ما أسفر عن إصابة نحو 30 آخر. الاستهداف كان مباشر وإجا على غفلة هيك، ما سمعنا لصوت انفجار قوي، الصف كله تدمر، صفوف 3 4 4 وبجوارهم كمان بيجي صفين 3 بعد عنهم، واللي تحت كمان تدمروا منهم. يعني الواحد مش عارف وين بده يروح، إذا هاي المدرسة خلاص تدمرت وين الناس اللي بتتشرد تروح. وهذه المناطق اللي بيحكوا عنها اليهود هي بصنفوها من ضمن المناطق الآمنة اللي بتصنف من ضمن اليهود، يعني كمراكز إيواء الكل يقعد فيها. تمام، ما تفاجأنا إلا فجأة وإحنا قاعدين ما لقينا المدرسة كلها هايلة علينا، وصفوف اللي إحنا قاعدين فيها كلها بتوقع فوق رؤوسنا. تمام، طبعا هذه الصفوف الدراسية طبعا زي ما أنتم شايفين، طلع كيف القصف اللي هنا وهي الزور اللي هنا، يعني مش إنه تقول يعني إنه أهداف مستقصدة، لا، أهداف لإبادة الشعب، إبادة شعب غزة بالأكثر. كمان وطبعا أنت شايف الصفوف هذه كلها الدراسية اللي هنا كلها إبادة بالكامل، لم يخرج أي أحد سليم، لم يخرج أي أحد حي من هذه الصفوف، كلهم عبارة عن أشلاء مقطعة، كلهم عبارة عن شهداء. ومع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية المتعمدة لمدارس إيواء النازحين، تتوالى التقارير التي توثق الخسائر البشرية بين أطفال حرموا من فرصة اللعب والتعلم وعيش الحياة الطبيعية، ونساء لجأن إلى هذه المباني بحثا عن أمان مؤقت، فكانت نهايتهم جميعا واحدة. استهداف المدارس يعد تحديا إضافيا للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث يعيش السكان تحت حصار خانق وظروف معيشية صعبة، وقد أدى هذا الوضع إلى تفاقم معاناة النازحين وزيادة الضغط على المنشآت المدنية التي باتت تعاني من الاكتظاظ ونقص الموارد الأساسية. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة تكثيف الجهود لدعوة المجتمع الدولي للضغط باتجاه إزالة جميع العوائق أمام دخول وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله الثاني في نيويورك برؤساء وممثلي عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، حيث شدد العاهل الأردني على أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية للعاملين في الهيئات والمنظمات الإغاثية، مؤكدا استمرار الأردن في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ إن بلادها ستقدم 10 ملايين دولار أسترالية استجابة للأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية. أوضحت وونغ أن هذا الدعم سيذهب إلى منظمة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير مساعدات منقذة للحياة، مشيرة إلى أن أستراليا ستواصل الضغط من أجل وصول إنساني آمن وسريع ودون عوائق إلى قطاع غزة. عقد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي عمرو الجويلي جلسة مشاورات بمشاركة الجهات الوطنية مع القائم بأعمال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي للشؤون السياسية والسياسة الأمنية خافيير كولومينا، وذلك في أولى زياراته للمنطقة
منذ توليه منصبه الجديد كمبعوث سكرتير عام للحلف للجوار الجنوبية. وتناولت المشاورات التعاون الثنائي بين مصر وحلف الناتو، بما في ذلك برنامج الشراكة المصمم بشكل فردي وخطة عمل الحلف للجوار الجنوبية. وأكد الوفد المصري المشارك الانفتاح على التشاور مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار الإقليمي وصيانة السلم والأمن الدوليين، وهو ما تعكسه كثافة زيارات الخارجية واستقبال الوفود الزائرة. ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة المشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز التنفيذي للهيئة. وخلال الاجتماع تم استعراض أنشطة الجهاز والتي تشمل الانتهاء من الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية لعدد 96 وحدة لمدابغ الجلود بالروبيكي، وكذلك مشروع تعويضات مصانع الغراء للمرحلة الثانية في المدينة، فضلا عن تنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية. شهد وزير الصناعة والنقل كامل الوزير التوقيع بالأحرف الأولى على عقد منح التزام مشروع بناء والتطوير وإدارة وتشغيل البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع البضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة على مساحة 300 ألف متر مربع. وأكد الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ البحرية، تحقيقا لرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية التي تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. عقدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر اجتماعا موسعا لمتابعة التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته 12 في شهر نوفمبر المقبل. يأتي ذلك بالتعاون مع الهابيتات، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل غرفة عمليات من جميع الوزارات والجهات المعنية لمتابعة التحضير لهذا المنتدى، وعقد اجتماع أسبوعي لممثلي كل الوزارات والجهات بمقر وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان. كما تم التأكيد على سرعة انتهاء كل جهة من تنفيذ المهام الموكلة إليها التي تم استعراضها في الاجتماع تمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء في التقارير واللقاءات الدورية الخاصة بمتابعة ملف استضافة مصر للمنتدى. أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني يوم 4 نوفمبر القادم آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وأكد الشربيني أن الهدف من قانون التصالح هو الوصول إلى مظهر عمراني حضري ومستقر، خاصة بالمدن الجديدة، مع استيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها. وأشار وزير الإسكان إلى أن اللجنة المشكلة بالوزارة للرد على استفسارات القانون تقوم حاليا بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون ولائحته التنفيذية، واضحا أنه سيتم إصداره قريبا. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في المجالات التي تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة ولخلق المزيد من فرص العمل وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد. جاء ذلك خلال قيام الوزير بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمجمع هاير الصناعي بالعاشر من رمضان. وقال الوزير إن شركة هاير إلكتريك إيجيبت تعد أول شركة صينية تحصل على الرخصة الذهبية، مشيرا إلى أن الشركة تقوم حاليا بالتوسع في استثماراتها بقيمة تبلغ 40 مليون دولار. We'll be right back.
مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ خططها الأمنية لتأمين المدارس على مستوى الجمهورية، والتي شارك في تنفيذها كافة القطاعات الوزارة لبث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء أمورهم. مع انطلاق عام دراسي جديد، كثفت وزارة الداخلية من انتشارها الأمني لتأمين المدارس على مستوى الجمهورية وبث الطمأنينة في نفوس الطلبة وأولياء الأمور من خلال الخدمات والارتكازات الأمنية أمام المدارس وبمحيطها والشوارع المؤدية إليها. شكرا سيادة الرئيس طبعا إن هو فاكرنا وعلى التأمين اللي احنا بنبقى فيه ده، دي حاجة طبعاً إحنا مبسوطين بيها أول يوم دراسة. لما جينا لقينا استقبال الشرطة وفي هنا أمان وفي حتى إحنا مطمنين وهم واقفين وهم داخلين وفي نظام ومفيش تكدس مروري. أنا مبسوطة جداً بحوالين الشرطة إن هي حوالين المدرسة، وده طبعاً مدينا أمان جداً إن لو حصلت أي حاجة كل حاجة هتتحل وإن إحنا هنعرف نتصرف. أول ما جيت النهاردة المدرسة حسيت بالأمان، لما لقيت الشرطة حوالينا وكده طبعاً وجود الشرطة بيحسسنا ان احنا كاولياء امور بالامان وانه اولادنا في امان. مبسوطه قوي لما دخلت مدرسه لقيت ضباط وكده، ودي حاجه طبعا كويسه عشان جايين يامنوني وكل حاجه كويسه وتحيا مصر. الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية لتأمين سير العملية التعليمية اعتمدت على نشر الخدمات والأقوال الأمنية بمحيط المدارس على مدار اليوم الدراسي، حيث تتميز عناصر التأمين بالانضباط والظهور بمظهر حضاري يعبر عن جاهزية رجال الشرطة ومدى احترافيتهم. احنا سعداء جدا النهاردة في أول يوم دراسة ومعانا الشرطة بتستقبلنا وبتستقبل الأطفال علشان يتعرفوا على الانتماء وحب الوطن. الأسر حاسة بالأمان، المدرسة كلها حاسة بالأمان، وبنشكر وزارة الداخلية وبنشكر السادة الضباط. النهاردة أول يوم وجودهم بيفرق جدا معانا. تضمنت الخطة الأمنية نشر الخدمات المرورية بالميادين والشوارع المؤدية إلى المدارس لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس المروري، بخاصة مع توقع كثافات مرورية أمام المدارس. الشرطة بتأمن الدنيا كلها وبتأمن دخول المدارس النهاردة. اتبسطت جدا بصراحة وبشكرهم جدا جدا النهاردة. دي حاجة مشرفة وحاجة جميلة جدا ان انتوا تاخدوا بالكم من اولادنا الصغيرين، عملية تأمينهم دي ده تأمين لقلوبنا كلنا. النهاردة اول يوم مدرسة وانا مبسوطة قوي عشان جيت لقيت الشرطة مأمنة المدرسة وحسيت بالأمان. أشكر جدا وزارة الداخلية في أول يوم دراسة إن هي الحمد لله موفرانا الأمن والأمان، وإحنا داخلين حاسين بالأمن ووجود الضباط وعربيات الأمن في كل مكان. ارتياح كبير وسط الطلاب وأولياء الأمور مع وجود أمني مكثف وفعال في بداية العام الدراسي الجديد، خاصة مع القدرة والجاهزية والانضباط التي تتميز بها العناصر المكلفة بالتأمين في ضوء الاستعداد الدائم من وزارة الداخلية لتأمين كافة الفعاليات والمناسبات. مأمنين المدرسة وده محسسنا بالأمان، ويعني ربنا يخليكم، ميرسي قوي قوي على المجهود اللي انتوا بتعملوه. مبسوطة قوي شفت الضباط، تحيا مصر. مع بداية عام دراسي جديد تنفذ وزارة الداخلية خطة أمنية محكمة تهدف من ورائها إلى بث الطمأنينة في نفوس الطلبة وأولياء الأمور من خلال تنفيذ هذه الخطة باحترافية كبيرة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، هذه عناوين الأخبار. مدبولي يتابع انتظام العام الدراسي الجديد ويؤكد حرص الدولة على توفير مختلف متطلبات تطوير التعليم قبل الجامعية.
مئات القتلى والجرحى في غارات على جنوب لبنان والقاهرة وبيروت تدعوان لإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على الأراضي اللبنانية والفلسطينية. الاحتلال يواصل جرائمه بقصف المدارس ويسقط 3 شهداء في مخيم النصيرات وسط غزة. نهاية نشرتنا، إلى اللقاء.